وللمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات هذا اليوم الخاص بسن الجذاع والأشواط المفتوحة في هذا اليوم، يوم الثلاثاء 24 من سبتمبر لعام 2013، حيث نتواصل مع حضراتكم في شوطنا الخامس ضمن انطلاقاتنا في هذا اليوم. هذه الانطلاقة الخاصة بالإبكار، ونتواصل مع حضراتكم في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط ومع الصدارة، وننطلق مع السيرية المتصدرة والمتزعمة لهذه الأسماء الكبيرة. هذه السيرية على مقدمة الشوط، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في التضمير، تليها الضوية على المركز الثاني. شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بمتابعة محمد بن خالد العطية. انتقل إلى ثالث المراكز المنتقلة إلى المركز الثاني، العنود على المركز الثاني انطلقت في هذه اللحظة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بتواجد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير. أيضا هناك تغيير على المركز الثاني بوجود وانطلاق الوجبة على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بمتابعة سالم بن فاران المري. المركز الثالث التي تواجدت وانطلقت في ثالث المراكز، هنا العنود على المركز الثالث تنطلق في هذه اللحظة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع، وجود أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على ظهر مطيلة على المركز الرابع، محمد بن خالد العطية من يقودها في عملية التضمير والمتابعة. أيضا المركز الخامس يضمرها محمد بن خالد العطية، تواجد الضبية على المركز الخامس بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. وهناك الصدارة، هذه الأسماء الخمسة المندفعة وظهور الأسماء القوية اليوم، ظهور الأسماء القوية التي شوهدت من خلال ما قدمته في العام الماضي مع سن اللقاية الذي أظهر هذه الأسماء الكبيرة وإنجازاتها وسجلاتها الحافلة التي دونت وسجلت بحروف من ذهب مع هذه الشعارات الحاضرة في هذا اليوم. يا سلام، إذن شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وفاز بأربعة أشواط ماضية سجلت باسم وبشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بداية من صيادة التي فازت بالشوط الأول، وبعد ذلك الوعب الذي انتزع الشوط الأول الخاص بالقعدان. نهني سعادة الشيخ على هذا الفوز لا مستغرب على هذا الشعار. عودة إلى مجريات الشوط، إلى المقدمة، إلى الوجبة المتصدرة والمنطلقة في هذا الشوط، الوجبة على المقدمة وعلى الصدارة، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري، هو من قدم الأسماء المميزة في أشواط القعدان وفاز بشوط
شوطين خاصين بالقعدان. هنا تواجد المركز الثاني وظهور السيلية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي فاز بشوطين خاصين بالإبكار، وها هو الآن يصارع وينطلق في هذا الشوط معلنا وجود السيلية على المركز الثاني. يا سلام المركز الثالث، المركز الثالث، هذه العنود، هذه العنود على المركز الثالث، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن مطيلة وصلت، مطيلة وصلت وانتقلت إلى المركز الثالث، مطيلة على المركز الثالث، أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية. تبقى رابعا العنود، العنود على المركز الرابع، تبقى في هذه اللحظة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس انتقل لأجد السعدية، وأول ظهور للسعدية في هذا الشوط، هنا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بمتابعة محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء، هذه الأسماء على حضراتكم، خمسة أسماء سجلت ودونت وانطلقت في هذه اللحظة، خمسة أسماء ظهرت في العام الماضي مع سن اللقايا وبدأت في هذا الموسم مع السباق المحلي الثاني، تبدأ بالظهور، تبدأ بالاستعداد لخوض موسم جديد. نتمنى التوفيق لهذه الشعارات الكبيرة الحاضرة. عودة إلى مجريات هذا الشوط، هنا لوحة كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، عن خط النهاية ولازالة الصدارة، والمقدمة تنطلق فيها السيلية على مقدمة الشوط، تتربع تتربع وتنطلق على الصدارة، على صدارة الشوط، يتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المضمر العملاق ينطلق في هذه اللحظة، بينما وجود مطيلة، انطلاق مطيلة، تصدر مطيلة إلى المركز الثاني، وهنا في هذه اللحظة تواجد الوجبة على المركز الثالث وانطلاق العنود وتسلل السعدية على المركز الخامس. هذه الأسماء، هذه الأسماء، وهذا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. يا سلام يا سلام، لوحة واحد، لوحة واحد عن خط النهاية، لوحة واحد عن الناموس، 4 كيلو انقضت ولا زالت هناك التغيير، التغيير مستمر، لا زال التغيير مستمر. غيرت مطيلة، انطلقت مطيلة، تصدرت مطيلة في هذه اللحظة مع محمد بن خالد العطية، الشعار الكبير الغني عن التعريف، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ينطلق مع مطيلة، وهناك السعدية، السعدية تجاوزت، عبرت، انطلقت في هذه اللحظة، أيضا محمد بن خالد العطية يديرها في عملية التضمير، هناك وصول هوايل، وهوايل على المركز الثالث. يا سلام يا سلام، السعدية، السعدية في هذه اللحظة على مقدمة الشوط، المركز الثاني العنود، العنود، ووصلت في هذه اللحظة، وصلت اللي بالمركز الثالث، تواجد الهوايل على المركز الثالث، ولكن الصدارة السعدية مع محمد بن خالد العطية تنطلق في هذه اللحظة مع المشاغب. هناك الخطورة من السيلية على المركز الثاني، السيلية بالمركز الثاني. يا سلام، الله 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 الله، من وواصلة، من وواصلة، والسيلية تجاوزت، عبرت 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 السيلية. سلام على شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام السعدية، يا الله 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 الله، تكتيك المشاغب، المشاغب، اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة، ينتزع وتنتزع السعدية المركز الأول. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوز السعدية وفوز السيلية بالمركز الأول والثاني، أيضا فوز المركز الثالث منوه والمركز الرابع، وصول هوايل والمركز الخامس، وصلت إذن المراكز الأربعة الأولى بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والمركز الخامس المستظلة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. تهانينا والناموس على فوز السعدية بالمركز الأول مع محمد بن خالد العطية، وتوقيتها الزمني 7:43:72 جزء من الثانية. أهني محمد بن خالد العطية اللي بالمركز الثاني، وصلت هذه السيلية توقيتها الزمني 7:43:00
وثمانين جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثاني السيلية. أهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سلطان محمد بن سالم الوهيبي من وصلت في المركز الثالث. 7 دقائق 44 ثانية 90 جزء من الثانية من وصلت منوة بشعار